أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، نعمة وسلام الرب يسوع مع جميعكم. اليوم أنا عاوز أتكلم عن موضوع كتير مهم، وهذا ابتدأ بحديث مع شخص آخر من ديانة غير مسيحية، وكنا بنتحدث على انتشار الأديان كيف ممكن تنتشر. وطبعا أنا جاوبته الجواب اللي راح يعني أشارككم فيه. فاليوم عاوز أتكلم عن ما الذي يميز تلاميذ المسيح، شو اللي بيميز تلاميذ المسيح، وليه أو شو اللي خلى المسيحية تنتشر بهذه السرعة وبهذه القوة. خليني أبتدي في البداية إنه الرب يسوع المسيح اختار 12 تلميذ وما كانوش كاملين، كان يشكل في حياتهم، يشتغل عليهم لمدة 3 سنين. واحد أنكر يسوع والتاني خان يسوع، وواحد ثالث قال إن لم يعني أضع إصبعي في إثر المسامير أو الجرح، وهكذا تعبير عن شخصيات وهويات التلاميذ اللي كانوا باختلاف. ولكن هؤلاء التلاميذ أغلبهم جماعة بسطاء جليليين، والأغلبية طبعا وعلى الأقل يعني مثل بطرس وأخوه، يوحنا أخوه وآخرون، هم من صيادي السمك حول بحيرة طبرية. شو اللي بيميزهن؟ هؤلاء التلاميذ شافوا مثال وكمال يسوع المسيح، فتشكلوا بحسب صورة القائد، بحسب صورة يسوع المسيح. فدايما التلميذ لازم يكون مثل القائد، كيف القائد بيكون أيضا التلميذ. شيء آخر خليني هيك أقفز تاريخيا، إنه شاهدوا المسيح المقام حي، شافوه بأم عيونهم وهو يصلب على الصليب، ولكن رأوا المسيح عندما ظهر لهم مدة 40 يوما. فشاهدوا المسيح المقام، هذا أعطى شرعية، أعطى امتياز، أعطى مصداقية لبشارة التلاميذ. مش بس شافوا المسيح المقام، لكنهم امتلأوا من الروح القدس، والروح القدس قوة لا تقاوم ولا تعاند ولا تتقهقر. جماعة كانوا خايفين، جماعة بسطاء، تحولوا إلى أبطال وإلى شجعان، واجهوا العالم برسالة يسوع المسيح. وهي الرسالة اللي واجهوا العالم فيها هي رسالة المحبة أمام كراهية العالم لهم. لم يرفعوا سيفا، لم يجبروا أحدا بالقوة على قبول يسوع المسيح، لم يرغموا أي إنسان، لم يستخدموا العنف أو القوة بأي شكل أشكال، لكن هم كانوا مثال مثل يسوع، هم استشهدوا من أجل يسوع المسيح. كانوا متواضعين، مقدمين أحدهم الآخر، ما كان في حالات اغتيال بين التلاميذ، كانوا بيقدموا أحدهم الآخر، ما كانش في سلطة على المناصب، ولا إنه إمبراطورية أو دويلة، هذه المرة يحكم من أورشليم، مرة تانية من سوريا، مرة ثالثة من العراق، مرة ثالثة من مكان آخر. كان عندهم رسالة واحدة، هو يسوع المسيح. لم يكرزوا بأنفسهم، لم يتحدثوا عن أنفسهم، بل تحدثوا كل الوقت عن يسوع المسيح. كان عندهم احترام أحدهم للآخر، قبول أحدهم للآخر، تقديم أحدهم للآخر. وعاوز أقول شيء مهم، إنه لم يكفروا أحدهم الآخر. يعني ولا مرة شفنا مثلا بولس بكفر بطرس، أو بطرس بكفر يوحنا، أو شخص بركز بيقول لا أنا الوسيلة وأنا الطريقة اللي لازم تتبعوني، فبيجمع حواليه ناس. بل بالعكس بتشوف وحدة، تناغم، انسجام،
تلاؤم يعني محبة شديدة أحدهم للآخر، وفعلا هذه المحبة كانت ظاهرة للجميع، لأن المسيح قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. هؤلاء التلاميذ أحبائي مثل سيدهم، مثل يسوع. يسوع قال للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. كان يسافر من مكان إلى مكان، وفعلا اعتاشوا على تقدمات المحبين والذين الرب لمسهم بنعمته أو خلصهم بمحبته. هؤلاء التلاميذ أحبائي لم يجمعوا الأموال ولم يكثروا من النساء أو الخيل أو الممتلكات، كلهم قتلوا، بالعكس كلهم قتلوا بسبب رسالتهم، حتى يوحنا سبي إلى جزيرة بطمس. أحبائي يعني ماتوا من أجل الرسالة اللي بيؤمنوا فيها، بمحبة، بسلام، بدون انتقام، بخضوع، بتواضع، بدون إثارة الضوضاء، بدون إثارة ثورة ضد الحكومة أو ضد السلطة. قبلوا أن هذا جزء من الحياة المسيحية، الاستشهاد من أجل يسوع المسيح. ما كان عندهم عبيد، لم يلعنوا، لم يكفروا، واجهوا الموت برحب صدر، بصدر رحب وبوجه مبتسم أمام هذا الموت. عرفوا أن الحياة على الأرض هي غربة، عرفوا أن الحياة على الأرض قصيرة، وأن الحياة على الأرض ما هي إلا عبور للحياة الأبدية. لم يهتموا بأي شيء في الأرض، لم يهتموا بأي ممتلكات، ما كان عندهم القوة العسكرية أو قوة الخيل، لم يقوموا بأي احتلال أو أي غزوات أو أي فتوحات. فتوحاتهم كانت فتوحات المحبة، هذه المحبة التي امتلكت على قلوب الجميع فتغيرت حياتهم وأصبحوا تلاميذ يسوع المسيح. حياتهم مليئة بالمحبة، بالغفران، بالسلام، بالتواضع. حياتهم فعلا انعكاس لشخصية وهوية يسوع المسيح. كل واحد من التلاميذ أخذوا مسؤولية. من ذهب إلى أوروبا، أو من ذهب إلى آسيا الصغرى، أو من ذهب إلى روما، إلى مصر، إلى الهند، إلى أرمينيا، هؤلاء التلاميذ راحوا إلى هذه المناطق العديدة، وكلهم اختتموا حياتهم بالاستشهاد من أجل ربنا يسوع المسيح. رسالتهم كان إلها مصداقية، كانت مؤيدة بالحضور والسلطان الإلهي. هؤلاء التلاميذ أجروا المعجزات في اسم الرب يسوع المسيح الحي، عندما قال الرب: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين لقد أخرجوا الشياطين، يضعون أيديهم على المرضى فوضعوا أيديهم على المرضى وكانت الناس تشفى. منشوف هذا من خلال بولس الرسول، مكتوب أنه كانوا يأتون بالمناديل والمآزر يحطوها على جسد بولس كانت تشفى من الأمراض. الكتاب يتكلم عن بطرس أنه ظله، الخيال بتاعه، الظل بتاعه كان يشفي الناس. وهكذا بنقرأ على الجيل الثاني استفانوس وفيليبوس، الله استخدمهم بآيات خارقة جدا. وهكذا أحبائي نقرأ في تاريخ الآباء القديسين وكيف الرب استخدمهم وأيدهم بالآيات والمعجزات. بحب الآية اللي بتقول في مزمور 23 آية 6، مكتوب: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وهنا يقول فعلا: وهذه الآيات تتبع المؤمنين. ليه أحبائي؟ لأننا نؤمن لا بنبي ميت، لكننا نؤمن بإله حي قام من الأموات
وهزم الموت واعطانا رجاء ويقين الحياة الأبدية. هلا هؤلاء التلاميذ مكتوب عنهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. بكل بساطة هؤلاء التلاميذ تشبهوا بيسوع المسيح. إذا قال المسيح عن يوحنا المعمدان لم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا، يعني يوحنا المعمدان كان أعظم نبي، أعظم من كل أنبياء العهد القديم، فما بالك الرب يسوع يقول لكن الأصغر في ملكوت المسيح أعظم من يوحنا المعمدان. من زمان كنت أقول عبارة عيب إنه نقارن يسوع المسيح مع أي نبي آخر، عيب، لأنه لا يليق إنك تقارن القدوس البار الكامل بحياته الخالية من الخطية، معجزاته الخارقة وتعاليمه الفذة الفريدة، تقارنها مع أي نبي آخر. ولكن اليوم أنا عاوز أقول شيء معين، يعني عيب حتى نقارن أي شخصية في هذا الوجود مع تلاميذ يسوع المسيح. بيتكلموا عن أفلاطون، بيتكلموا عن سقراط، بيتكلموا عن بوذا، بيتكلموا عن أخلاقيات مثل غاندي إلى آخره، لكن أحبائي بمن تقيس هذه الأخلاقيات؟ بولس، بطرس، يوحنا؟ بتشوف إنه أخلاقيات التلاميذ هي من أخلاقيات يسوع المسيح. فإذا التلاميذ أحبائي شافوا يسوع المسيح، رأوا كماله. التلاميذ شاهدوا قيامة يسوع المسيح الحي. التلاميذ امتلأوا من الروح القدس فتغيرت حياتهم. التلاميذ امتلأوا من معرفة مشيئة الرب بكل حكمة، كانوا مملوئين بالكلمة، الكلمة اللي غيرت شعوب بأكملها. ثم التلاميذ كانوا مليانين بالآيات والمعجزات اللي خلال فترة بسيطة غيرت العالم القديم، بدون سيف، بدون غزوة، بدون فتوحات، بدون تكديس الأموال، بدون تجميع النساء، لكن واجهوا العالم عن طريق محبتهم للمسيح وحسبوا أهلا وفرحا إنه حتى يموتوا من أجل يسوع المسيح. أنا عاوز أقول لكل مؤمن مسيحي، افتخر بالمسيح، لكن مش على أساس كبرياء ولا على أساس أنك أنت بتقارن. لا، إذا المسيح ما كان سيد ورب على حياتك فأنت هالك مثلك مثل أي إنسان. لكن إذا أنت بتصمم اليوم بتقول أشكرك يا رب، أنا عاوز أكون ابن، عاوز أكون بنت لإلك، تدعو المسيح إلى حياتك. على فكرة دايما منحب نصلي معك، اتواصل معنا، شاركنا بأفكارك، إذا مبسوط يعني حط هيك يعني إعجاب أو لينك، شير الـ 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 التأمل هذا أو الدراسة هاي. وأنا بصلي إنه نقتفي آثار خطوات التلاميذ اللي اقتفوا آثار يسوع المسيح الكامل، والرب يعطينا النعمة والحكمة إنه نتشبه بيسوع المسيح. والرب يكون معكم، يقويكم ويشددكم، وهيك نختبر آيات ومعجزات، حضور وسلطان إلهي في هذه الأيام في اسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين.